العودة من الحديبية إلى المدينة. بدأت رحلة العودة إلى المدينة، خيم الليل كالحزن على قافلة رضي الله عنها، وتحت تلك النجوم وبين تلك الجبال السوداء اقترب عمر براحلته من ناقة نبيه صلى الله عليه وسلم، فعن له سؤال من أسئلة الطريق فلم يجبه صلى الله عليه وسلم. سكت عمر ثم سأله ثانية فلم يجبه، واصل المسير ثم سأله ثالثة فلم يسمع إجابة منه صلى الله عليه وسلم. فخاطب عمر نفسه مؤنبا: ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله ثلاث مرات، كل ذلك لا يجيبك. ثم حرك بعيره خجلا وانطلق حتى تقدم القافلة وهو يشعر بالخوف أن ينزل به قرآن لإلحاحه في السؤال. ظل عمر هائما في عالم التوجس والقلق، وإذا بصارخ في الظلام يوقظه يناديه، خفق قلب الفاروق وعاد فورا نحو نبيه مرتبكا، فسلم عليه ورد القائد صلى الله عليه وسلم السلام: لقد نزلت سورة لكنها ليست في عمر. قال صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أدرك عمر أن نبيه كان مشغولا بما هو أهم حين كان يطرح أسئلته، لكن القائد صلى الله عليه وسلم كان لا يترك رجاله تبعدهم الظنون وتحبطهم. دعا عمر وبشره وقرأ عليه سورة الفتح كاملة، ولما انتهى غمرت السعادة عمر، فهو أول من يسمعها طرية، فسأل سؤالا محت إجابته هموم الحديبية: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. ولما وصلت القافلة مكانا يقال له كراع الغميم، توقف صلى الله عليه وسلم وأمر الجميع بالاجتماع، ولما اكتملوا قرأ السورة عليهم وهو على بعيره، فارتفعت المعنويات ونشط الجميع، لكن الطريق طويلة نفد خلالها الماء ولم يبق سوى قليل في وعاء جلدي صغير يسمونه الركوة. اشتكى الصحابة عطشهم، فوضع صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، ثم قال: خذوا بسم الله، حي على أهل الوضوء البركة من الله. ثم أصابهم جوع حتى هموا أن ينحروا بعض رواحلهم،
فأمر صلى الله عليه وسلم أن يضعوا بساطا على الأرض وأن يضعوا عليه ما تبقى لديهم من الطعام، لم يجدوا في مزاودهم إلا ما يملأ ربضة العنز، فدعا صلى الله عليه وسلم ربه ثم ناداهم فأحضروا أوعيتهم وبدأوا يملؤونها. كانت معجزة من الله تعالى وتسلية لقلوبهم الحزينة وتأكيدا لنبوته صلى الله عليه وسلم ووعده، ثم واصلوا نحو المدينة ليجدوا المدينة خائفة قد هاجمها اللصوص، هاجموها في غيبة أبطالها. في ظلال السيرة.